مساء الفل على حضراتكم، مساء الخير على كل جماهير النادي الأهلي في كل مكان. برحب بحضراتكم في يوم جديد وحلقة جديدة من المحترف. أولا وقبل كل حاجة أحب أهني حضراتكم وأقول لحضراتكم كل سنة وأنتم طيبين بمناسبة عيد الأضحى المبارك. يا رب تكون هذه الأيام المباركة إن شاء الله أيام سعيدة علينا كلنا، ويكون عيد سعيد علينا، وإن شاء الله مصر دايما في أعياد وفي أفراح. النهاردة الحقيقة عندنا ملفات كتيرة جدا. عندنا زي ما حضراتكم عارفين يوم الاثنين دايما بنتكلم على الكرة العالمية، الدوريات كلها خلصت، لكن عندنا ملفات كثيرة الحقيقة، أبرزها طبعا الميركاتو الصيفي في أوروبا. الحقيقة الصفقات المشتعلة جدا جدا في أوروبا، وخاصة مع دخول عنصر جديد أو يعني سوق جديد في سوق الانتقالات الصيفية على مستوى العالم، وخاصة على مستوى التوب 5 ليجز أو الخمس دوريات الكبرى، هو سوق الدوري السعودي الحقيقة، اللي يمكن أثار جدل كبير جدا جدا على مستوى العالم على مستوى أوروبا. سوق جديد بيقدم عروض كبيرة جدا لنجوم من الصف الأول ليفل A، يعني ده هنناقشه النهاردة، ملف مهم جدا هنناقشه مع حضراتكم. كمان عندنا ملف المنتخب الأولمبي، منتخبنا الأولمبي اللي دلوقتي متواجد في المغرب في التصفيات المؤهلة لأولمبياد باريس 2024، إن شاء الله هيكون كمان ليه جزء من كلامنا النهاردة، لأن مهم جدا أن أنت تتكلم على القاعدة، ومن ضمن هذه القاعدة طبعا هي منتخبات الناشئين والشباب والمنتخب الأولمبي. الحقيقة عندنا النهاردة كمان منير غنام، طبعا ده وجه جديد، ولد أو شاب يعني مثقف جدا، هنتكلم معاه في هذه الملفات. هو محلل للكرة العالمية والمحلية، ولكن بمنظور مختلف الحقيقة. يعني أنا اتكلمت معاه قبل الهوا، الحقيقة مثقف جدا، عنده رؤية يعني رؤية سليمة ورؤية واضحة للكرة العالمية والأوروبية. عنده كمان أفكار خارج الصندوق، يعني عنده أفكار جميلة جدا. النهاردة هيكون إن شاء الله لقاء شيق بإذن الله ينال إعجاب حضراتكم، لأن وجه جديد في الشباب الكتير اللي مهتم بالكرة العالمية والمحلية، ولكن في إطار يعني التفكير خارج الصندوق وثقافة يمكن تكون مختلفة عن البعض اللي يعني بيشوفها. لكن هيكون معانا النهاردة ضيفنا في المحترف، ان شاء الله باذن الله يكون يعني تكون حلقه جيده. النادي الاهلي، النادي الاهلي طبعا نادينا العظيم، وطبعا امبارح كانت مباراه مهمه جدا في كاس مصر والفوز على منتخب السويس 1-0. الحقيقه اتكلمت مع حضراتكم يمكن قبل المباراه، كان يوم الجمعه في حلقه الجمعه، وقلنا دايما مباراه الكاس ليها مفاجات، مباراه الكاس دمها تقيل، وخاصه لما بتلاعب ما بين قوسين فريق اقل منك على المستوى الفني وعلى المستوى البدني، وفريق بيلعب في الدرجه الادنى، فبتكون الامور صعبه. وده يمكن الحقيقه اللي يعني اكده كمان مارسيل كولر مع اللعيبه، وقال ان المباراه كانت مباراه صعبه. الحقيقه قدر النادي الاهلي زي ما حضراتكم شايفين في الدقيقه 85 عن طريق طبعا نجمنا الكبير حسين الشحات ان يحرز هدف التقدم وهدف الفوز. الحقيقة مبروك طبعا لفرقتنا، لأن زي ما بقول في مطبات كتيرة ممكن تحصل في خاصة مباريات الكاس، ممكن جدا المباراة كانت تروح لسكة مختلفة خالص لولا طبعا هدف جميل الحقيقة كمان كندوسي للشحات اللي أحرزها أو يعني أوضحها المرمى بشكل أكتر من رائع. زي ما بقول لحضراتكم يمكن الأداء ما كانش على المستوى، احنا بنتكلم بكل أمانة، كل تحية لفريق منتخب السويس الحقيقة اللي قدم مباراة في حدود إمكانياته، في حدود إمكانياته البدنية والفنية، مباراة كبيرة أمام بطل أفريقيا الحقيقة. مباراة يمكن زي ما اتكلمت يوم الجمعة كانت مباراة أو كنا نتوقع، وده فعلا اللي حصل، كانت مباراة صعبة، مباراة مش سهلة التحضير، واتكلمنا في عملية إن مباريات الكأس على مستوى العالم كله ليها مفاجآتها وليها مطباتها وليها يعني ممكن تدخلك في سكة تكون صعب جدا جدا، وده اللي حصل يمكن في مباراة امبارح. النادي الأهلي قدم مباراة متوسطة الحقيقة، لكن في إطار إنها مباراة الكاس هنقول الهدف منها هو الوصول للدور التاني، وده مهم جدا. لكن زي ما بقول لحضراتكم كولر اتكلم مع اللعيبة،
وقال خلاص يا جماعه احنا لا انا حذرتكم وقلت لكم المباراه خرجت لبر الامان، ولكن دايما بناخد دروس للمباريات اللي زي كده. خلاص احنا زي ما بقول لحضراتكم ملف كاس افريقيا خلاص انتهى، دخلنا في معمعه الدوري الحمد لله كسبنا، عندنا 4 مباريات باذن الله ان شاء الله نكسبهم يبقى حسمنا مباريات او حسمنا بطوله الدوري، عندنا لسه كاس كمان كاس السوبر الافريقي في اغسطس اللي جاي، كمان عندنا كاس العالم، كاس العالم اللي اتحدد خلاص يمكن في ديسمبر اللي جاي هيكون في السعوديه، وزي ما بقول لحضراتكم تحديد موعد كاس العالم للانديه النادي يعني النادي الاهلي النهارده او النادي الاهلي اعلن الاتحاد السعودي النهارده بمشاركه طبعا النادي الاهلي عن موعد اقامه كاس العالم للانديه 2023. الاتحاد السعودي قال في بيان رسمي البطولة إن شاء الله ستقام من الفترة من 12 إلى 22 ديسمبر اللي جاي إن شاء الله في مدينة جدة. النسخة اللي جاية يا جماعة من المونديال هي هتكون النسخة الأخيرة بالنظام الحالي، النظام الحالي حضراتكم عارفين مكون من 7 فرق، قبل طبعا ما هتتسع البطولة إن شاء الله إلى 32 فريق في نسخة 2025. ورغم التخطيط الكبير والموسع لإقامة كأس العالم للأندية مرة كل 4 سنوات يعني بدءا من 2025، إن الفيفا أعلن في فبراير اللي فات يوم 13 فبراير 2023 إن نسخة كأس العالم اللي تقام بالنظام القديم هتكون هي الأخيرة في السعودية. حضراتكم عارفين كمان كان مقرر إن البطولة دي هتكون في السعودية ولكن في العاصمة في الرياض، لكن بعد وصول أو صعود الاتحاد نادي الاتحاد السعودي ليكون ممثل السعودية في المونديال أكيد ساعد إدارة النادي نادي الاتحاد لنقل البطولة لجدة، وبناء على كده وفد من الاتحاد الدولي راح يعني راح في وقت سابق يتفقد ملاعب مدينة جدة خاصة مدينة طبعا الملك عبد الله الرياضية، طبعا استاد الجوهرة وملعب الأمير عبد الله الفيصل اللي كمان بيشارك في نسخة هذا العام إن شاء الله فرق كثيرة جدا على مستوى كبير جدا أكيد أبرزها المان سيتي، ودايما يمكن النسخة اللي فاتت كنت بفكر دايما أقول يا رب إن شاء الله النادي الأهلي يكون لي حظه يلعب مع ريال مدريد، وده حصل. النسخة اللي جاية إن شاء الله في ديسمبر نتمنى كمان نشوف الأهلي بيلعب أمام المان سيتي، هتكون مباراة من عيار ثقيل جدا وكلنا منتظرينها، وإن شاء الله بإذن الله النادي الأهلي يقدم عرض يليق باسمه كنادي على المستوى الأفريقي وعلى المستوى العالمي كمان. النادي الاهلي وصل للعالميه كل الناس عارفه كده، وان شاء الله بنستعد لهذه البطوله بشكل جيد جدا انطلاقا ان شاء الله فزنا بالدوري باذن الله ان شاء الله استمرارنا، كمان ان شاء الله فزنا بالكاس السوبر اللي في شهر 8، وزي ما بقول لحضراتكم الحقيقه يعني موسم استثنائي للنادي الاهلي، بطولات كثيره جدا ويعني بنقدم عروض اكتر من رائعه، وان شاء الله كل التوفيق لفرقتنا. طيب كمان منتخب مصر الاولمبي زي ما اتكلمت مع حضراتكم هو تعادل طبعا امبارح سلبيا مع منتخب النيجر، وحقف يعني دقيقه لان انا كان الحمد لله كان ليا كمان سابق خبره مع المنتخب الاولمبي. المنتخب الاولمبي في 2012 في القرعه كانت كمان موجوده في المغرب، التصفيات المؤهله لاولمبياد لندن 2012 كانت في المغرب. مجموعتنا القرعه كانت الجابون ساحل العاج وجنوب افريقيا. وكلنا او كالعاده كل المصريين بعد القرعه ما نزلت قالك الجابون يعني فرقه في المتناول، المفروض هيكون مباراه ساحل العاج اصعب ويليها مباراه جنوب افريقيا. الحقيقه نفس الكونسيبت دوت او نفس التفكير ده اعتقد كان موجود على مستوى السوشيال ميديا ان مباراه النيجر يا جماعه دي مباراه مضمونه وان المنتخب المصري هيفوز فيها بسهوله. عايز اقول لحضراتكم في 2012 لعبنا الجابون وكان المباراة صعبة جدا والحمد لله يعني ربنا وفقنا وكسبنا 1-0، وعايز اقول لحضراتكم ان فريق الجابون اللي احنا كنا بنقول عليه هو دوت اللي هيكون اضعف فرق المجموعة وصل الاولمبياد وكان هو بطل هذه النسخة، يعني خد بطولة افريقيا اللي كانت مقامة في المغرب وفاز بهذه البطولة. الحقيقة زي ما بقول لحضراتكم المنتخب الاولمبي تعادل 0-0 مع النيجر، خلينا نتكلم انها نتيجة يعني نتيجة مش حلوة، يعني كنا نتمنى طبعا الفوز، لكن خريطة الكرة الأفريقية يا جماعة اختلفت. خريطة الكرة الأفريقية على مستوى الناشئين وعلى مستوى الشباب وعلى مستوى المنتخبات الأولمبية اتغيرت تماما تماما. النهارده مع ديفي منير هنتكلم على دوت، لأن يعني حضرتك
هتتخض من الارقام اللي ممكن نقولها لك، هتتخض انك نقول لك على سبيل المثال ان منتخب مالي اللي يمكن كمان في مجموعتنا وكسب الجابون 3-1 عنده عدد كبير جدا جدا دلوقتي اوريدي من المحترفين اللي بيلعبوا في اوروبا مقارنه بالمنتخب المصري او منتخب مصر الاولمبي، ولا واحد بيلعب في اوروبا تقريبا. فده ملف مهم جدا. منتخبنا الاولمبي كل التوفيق ليه ان شاء الله باذن الله، عنده مباراه مهمه جدا جدا مع مالي ثم المباراه الاخيره امام الجابون، كل التوفيق لمنتخبنا. لكن زي ما بقول لحضراتكم خريطه الكره الافريقيه حتى على مستوى قطاعات الناشئين والشباب والمنتخبات الاولمبيه اتغيرت بشكل كبير جدا جدا. عندنا منتخب السنغال مثلا منتخب قوي جدا، معظم على مستوى المنتخب الشباب اللي شفناه وفاز هنا في مصر بالبطوله، منتخب قوي جدا. هنشوف من خلال النهارده حلقتنا هنتابع مع منير كمان نتعرف اكتر على المنتخبات الافريقيه في هذه البطوله. وتاني ان شاء الله كل التوفيق لمنتخبنا الاولمبي باذن الله، عندنا ماتشين مهمين جدا ان شاء الله نفوز بالماتشين دول ونكون موجودين في الاربعه الاوائل، وان شاء الله في دور قبل النهائي ان شاء الله يكون مباريات توصلنا لنكون موجودين في طبعا باريس 2024 في البطوله او في الاولمبياد. كمان النهارده عندنا كلام زي ما قلت لحضراتكم في سوق الانتقالات الصيفيه في الدوريات الخمسة الكبرى، هنقف عند أهم الصفقات أبرز الصفقات الموسم ده خاصة في إنجلترا، أسبانيا، ألمانيا، فرنسا وإيطاليا. كمان هنعدي سريعا جدا على نهائيات كأس الأمم زي ما قلت لحضراتكم اللي بتقام في المغرب المؤهلة لأولمبياد باريس 2024، ونشوف إيه اللي بيحصل فيها مع نهاية طبعا الجولة الأولى. كمان معانا النهارده زي ما قلت لحضراتكم بقدمه تاني منير طبعا هيكون موجود معانا ان شاء الله باذن الله منورنا هنا في المحترف. فزي ما بقول لحضراتكم عندنا ملفات كثيره جدا جدا النهارده وكلام كتير عن منتخباتنا، منتخب كمان المنتخب الاولمبي هنتكلم كمان على مع منير حتى على مستوى النادي الاهلي الفتره اللي جايه هيبقى شغالين ازاي. لكن خلونا دايما قبل ما نخش على كمان ونشوف الصحافه العالميه قالت ايه، عندنا بعض الاخبار السريعه اللي بقولها لحضراتكم. طيب الخبر الاولاني من برشلونه، رسميا خلاص برشلونه بيعلن انضمام جونديجان طبعا وانتقال الحر من طبعا المان سيتي الى برشلونه. النهارده الاثنين التعاقد او الاعلان التعاقد الرسمي مع الالماني جوندوجان في صفقه انتقال حر لبرشلونه. بينتهي جوندوجان مع المان سيتي زي ما حضراتكم عارفين في 30 يونيو الجاري. النادي الانجليزي اعلن رحيل النجم الالماني بشكل رسمي. برشلونه كمان في بيان على موقعه الرسمي قال توصل النادي الى اتفاق نهائي مع الالماني جوندوجان بشان الانضمام الى الفريق بعد انتهاء عقده مع المان سيتي. أضاف الموقع سينضم جوندوجان إلى صفوف برشلونة لمدة موسمين حتى 30 يونيو 2025 مع خيار طبعا التمديد لموسم آخر، وتم تحديد قيمة الشرط الجزائي ب 400 مليون يورو. اختتم نادي برشلونة البيان وقال سنعلن عن تفاصيل تقديمه الرسمي في وقت قريب. حضراتكم عارفين جوندوجان طبعا 32 سنة، يمكن موافقش على العرض أو عرض التجديد من المان سيتي بالرغم أن جوندوجان عامل موسم ولا أروع مع المان سيتي وكان علامة بارزة جدا جدا في حصول المان سيتي على الثلاثية التاريخية، ولكن فضل أنه هو يروح إلى برشلونة. طيب على الجانب الآخر وخبر آخر من الأهلي السعودي، الأهلي السعودي بيفاوض البرازيلي فيرمينيو. فيرمينيو طبعا مهاجم السابق لليفربول بيخش في مفاوضات من أجل الانتقال إلى أحد الأندية الكبرى في الدوري السعودي. عقد طبعا فيرمينيو انتهى خلاص أو هينتهي في 30 يونيو الجاري. النادي الإنجليزي يمكن في آخر مباراة في الدوري أعلن عدم تجديد عقد البرازيلي رسميا، يعني وودع طبعا اللاعب زملائه في ليفربول. وكتب فابريزيو رومانو ده طبعا خبير الانتقالات الدولية للاعبين والمدربين في أوروبا على حسابه بموقع تويتر، أهلي جدة يجري محادثات للتعاقد مع فيرمينيو، المفاوضات جارية والنادي السعودي ينتظر القرار النهائي للاعب. أضاف كمان أن الأهلي بيخطط لحجز الكشف الطبي الخاص بفيرمينيو في وقت لاحق من الأسبوع الحالي في حال طبعا حصولهم على الضوء الأخضر من اللاعب.
قال كمان ان عرض النادي السعودي للمهاجم البرازيلي بيمتد لمده 3 سنين ينتهي في يونيو 2026، والنادي الاهلي يامل ان طبعا يوافق فيرمينيو للانتقال ليه، وفي هذه الحاله هيجري الكشف الطبي يوم الاربعاء او يوم الجمعه اللي جايه في حاله موافقه اللاعب. حضراتكم عارفين ان يمكن اسم فيرمينيو اسم كبير جدا، ارتبط يعني اسم فيرمينيو بعدد كبير من الانديه في اوروبا على سبيل المثال برشلونه ريال مدريد، لكن يمكن زي ما بقول لحضراتكم المحادثات الاخيره مع الانديه السعوديه بتجذب لاعبين كبار مثل طبعا شفنا رونالدو وشفنا كريم بنزيما، وبالتالي فيرمينيو بيفكر بشكل جدي انه ينتقل الى الدوري السعودي. تمام. خبر كمان عن ريال مدريد، ريال مدريد بيجدد عقد مودريتش طبعا سنه كمان، تجديد عقد نجمه الكبير، وده اللي يمكن قلناه الحلقه اللي فاتت ان مودريتش كمان كان عنده عروض كثيره وعروض مغريه جدا من الدوري السعودي، لكن ريال مدريد قال في بيان رسمي اتفق النادي مع اللاعب لوكا مودريتش على تمديد عقده حتى 30 يونيو 2024، واضاف ان طبعا وصل مودريتش طبعا لريال مدريد او انضم لصفوف ريال مدريد من 2012، 11 سنه بيقدمها بشكل اكتر من رائع، خاض من خلالها 488 مباراه، فاز ب 23 لقب بما فيهم طبعا 5 دوريات ابطال اوروبا و5 كؤوس عالم للانديه، 4 كؤوس سوبر الاوروبي، 3 دوريات اسبانيه ولقبين في كاس الملك اسبانيا، 4 كؤوس على مستوى السوبر الاسباني. كمان الموقع قال ان في مسيره الحقيقه مودريتش كلاعب في ريال مدريد انه فاز باهم الجوائز الفرديه كمان مش على المستوى الجماعي، فاز بالكره الذهبيه اللي طبعا لاحسن لاعب في العالم في 2018 والافضل في العالم في نفس العام، وافضل لاعب من على مستوى الاتحاد الاوروبي عن موسم 2017-2018، كمان تم اختياره كجزء من التشكيله المثاليه في الفيفا للمره السادسه في تاريخه في هذا الموسم. الحقيقه مودريتش الحقيقه يعني نموذج مختلف تماما، مودريتش الحقيقه يعني 38 سنه لاعب حتى على مستوى منتخب الكرواتي بيأدي اداء ولا اروع، وشفنا ده حتى في دوري الامم الاوروبيه وشد فرقته للوصول للمباراه النهائيه وخسرها بصعوبه امام المنتخب الاسباني. بتبص على مودريتش من خلال ريال مدريد بتلاقي هو محور اللعب الاساسي، لاعب محوري بشكل كبير جدا، لاعب عنده القدره البدنيه الكبيره جدا رغم وصوله ل 38 سنه. بالرغم عن كل ده كمان على مستوى الشخصيه هو كمان اجل شويه، اعتقادي الشخصي اجل شويه الانتقال للدوري السعودي للموسم بعد القادم، هو كمان عايز يقدم المزيد والمزيد مع ريال مدريد وبالتالي جدد عقده للسنه اللي جايه، بالرغم ان زي ما بقول لحضراتكم كان في عروض كثيره جدا من الانديه السعوديه بارقام كبيره جدا، ولكن كمان اعتقد حب مودريتش والاستقرار كمان الاسري اللي موجود في ريال مدريد وتطلعه للمزيد من البطولات يعني مع الريال اعتقد نموذج رائع للاعب الحقيقه رائع في تاريخ الكره العالميه مش في تاريخ ريال مدريد او على مستوى المنتخب الكرواتي. طيب كمان الموقع بتاع ريال مدريد اختتم وقال بالاضافه لمودريتش فاز كمان بفضيه كاس العالم 2018 وبرونزيه كاس العالم طبعا زي ما حضراتكم عارفين في 2022. دي كانت الاخبار السريعه، لكن كمان عندنا الصحف العالميه قالت ايه في المحترف. يلا نبدا رحلتنا سريعا في انجلترا، وقالت ايه طبعا جريده ديلي ستار اللي اهتمت بطلب ارتيتا مدرب المدير الفني لفريق الارسنال بالعديد من الصفقات لمنافسه المان سيتي. الجريده كمان اهتمت بعرض السيتي القياسي لجوسكو، وكتبت السيتي يسعى للتعاقد مع جيرفادول. ديلي ميل الإنجليزية اهتمت بمانشستر يونايتد ورغبته في جمع المال من خلال توافر 13 لاعب للبيع، خاصة ان مانشستر يونايتد زي ما بقول لحضراتكم بيسعى لجمع 100 مليون جنيه استرليني من مبيعات اللاعبين. لسه في انجلترا مع ميرور الإنجليزية اهتمت برغبة أرتيتا في التعاقد
مع كاي هافرتس المقدرة قيمته ب 65 مليون جنيه استرليني، واستعداد السيتي لتقديم عرض قياسي من أجل المدافع جوسكو. الحقيقة زي ما أقول لحضراتكم، تفاصيل الانتقالات الصيفية والأمور مشتعلة جدا في الميركاتو الصيفي في أوروبا. هيكون إن شاء الله هذا الملف معانا بعد الفاصل. نجمنا زي ما قلت لحضراتكم منير هيكون معانا بعد الفاصل عشان نتكلم في كل هذه الملفات، منها طبعا ملف المنتخب الأولمبي، الانتقالات الصيفية في أوروبا هتكون شكلها عامل إزاي، وحوار خاص من نوع خاص على الشكل الفني والشكل التكتيكي لفريق برايتون الإنجليزي اللي عمل الحقيقة موسم أكتر من رائع. عمل ده إزاي ووصل لهذا الأداء إزاي هنعرف بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم مره تانية. خلينا نرحب بنجمنا النهارده منير غنام، طبعا محلل الكره العالميه اللي مشرفنا النهارده في المحترف. زي ما قلت لحضراتكم اسلوب مختلف من التحليل الفني، كمان رؤيه مختلفه للكره الاوروبيه والافريقيه. ان شاء الله هنستمتع معاه بفقره جيده باذن الله. منير اهلا بيك، نورتنا على شاشه قناه النادي الاهلي. الاخبار؟ مبسوط جدا مع حضرتك النهارده، شرف. ربنا يخليك، نورتنا وشرفتنا. هنتكلم في ملفات كتير ان شاء الله. كان لنا لقاء معاك قبل الهوا، و يعني الحقيقة عندك أفكار كتيرة جدا وتحليلك مختلف بشكل كبير. بس عايز أبدأ معاك بخبر إن في أندية كثيرة جدا على مستوى البريمير ليج، على مستوى كمان أندية توب ليفل في فرنسا، مهتمة بمصطفى محمد. أنت عارف منير إن مصطفى يمكن من شهر تقريبا فريق نانت خلاص فعل بند شراء محمد، مصطفى محمد بشكل كبير. هل ده كان يعني جزء من جزء تنظيمي على مستوى الماركتنج، ان هم عارفين ان في انديه كثيره على مستوى البريمير ليج على مستوى الدوري الفرنسي ترغب في ضم مصطفى محمد؟ شايف ده ازاي، وشايف رؤيتك لمصطفى محمد خلال الموسم؟ اعتقد موسم جيد بالنسبه له على مستوى، طبعا الفريق ما كانش على مستوى جيد، لكن قدم عروض جيده جدا في الموسم اللي فات. طبعا لازم نتكلم عن مصطفى محمد. اولا كلاعب كوره، ايه المواصفات اللي فيه اللي بتخليه مناسب للدوري الانجليزي او الفرنساوي؟ مصطفى محمد كويس في الهواء، كويس براسه، لعيب محطه، ذكي في تحركاته، بيعرف ينزل السلم من تحت، فهو مناسب جدا للدوري الانجليزي، بالذات بيقولوا ان شيفيلد يونايتد من النوادي المهتمه بيه، فهو مناسب جدا للنادي ده. فلازم نبص اولا على مصطفى محمد، ايه اللي ممكن يقدمه هنا وايه ممكن يقدمه هنا. انا رايي عم تتكلم على قدرات مصطفى بالزبط. محمد يقدر يقدم ايه في الدوري الفرنسي او على مستوى البريمير؟ انا شايفه مناسب جدا للدوري الانجليزي، لعيب قوي ذكي بيعرف يتحرك زي ما قلنا، محطه كويسه. فدي من الحاجات اللي تخليه مناسب جدا للدوري الانجليزي. في نفس الوقت نادي نانس من النوادي اللي بتطلع لعيبه كتير، الدوري الفرنساوي عامه من الدوري اللي زي محطه للعيبه كتير، بتطلع منها للدوري الاكبر. فده شايف ده هتبقى صفقه كويسه جدا لمصطفى محمد، ونادي نانس كان ذكي جدا في معاملاته مع مصطفى محمد. طيب يعني انت طيب تفضل على المستوى اللي انت شايف مصطفى محمد على المستوى الفني بتتكلم عنده القدرات ان هو يبقى موجود في البريمير ليج، وعلى المستوى الدوري الفرنسي تفضل السنه اللي جايه تكون فين، او انت تشوف الافضل لمصطفى محمد؟ هل ينتقل للشيفيلد يونايتد اللي هو طبعا جاي من الشامبيونشيب وصعد للبريمير ليج، او بعض الانديه يعني ينط نطتين ثلاثه كده على مستوى الدوري الفرنسي؟ مصطفى محمد طلع متاخر، بس هو مش لعيب صغير. برافو عليك، صح. وده الفكر اللي عندنا في مصر لازم نغيره. هو مش لعيب صغير، هو مش ناشئ، فلو مش هيروح دلوقتي هيروح امتى؟ دي الفكره. لا، انا شايف انه ياخد الخطوه يروح الدوري الانجليزي، هيبقى دوري مناسب لامكانياته كلاعب كوره، مناسب للكواليتيز اللي عنده زي ما بنقول. فلا، انا شايف انه يروح، شايف اليونايتد بالذات نادي كويس ملوش طموحات كبيره، عايز يفضل في الدوري. فانا شايف ان تبقى فكره كويسه لو راح ويبتدي مسيرته في الدوري الانجليزي. طيب تمام، انت قلت كلمه حلوه قوي عجبتني، انه ما بقاش صغير. يعني انت بتتكلم مصطفى محمد اعتقد دلوقتي 26 سنه 26 سنه متهيألي. ده هياخدنا من لف تاني، منتخب الاولمبي، وبتتكلم على ولادنا اللي في المنتخب الاولمبي عندهم 23 سنه بالظبط. عمليه، عايز اتكلم معاك في عمليه الثقافه العامه اللي يمكن شايفينها في اوروبا، لازم تغير الشكل او مفهومنا عن اللاعب الناشئ او اللاعب اللي سنه صغير. لغايه دلوقتي عندنا ال 21 و22 و23 سنه ده لسه لعيب ناشئ، في حين بنشوف في الانديه الاوروبيه
لعيبه كتيره جدا، جابي وبدري كلهم عندهم 18 19 سنه. هل دوت من ضمن مشاكل المنتخب الاولمبي؟ هل من ضمن مشاكل المنتخب الاولمبي ان ما عندناش عناصر اوريدي بتلعب في مستويات اعلى في الدوريات الاوروبيه بشكل كبير؟ وعايز اعرف رؤيتك لمباراه امبارح والتعادل مع منتخب النيجر. طيب احنا محتاجين نبص على الكره المصريه عامه. تمام. عندك كام لعيب فريق تحت 23 بيلعب بصفه اساسيه مع الفريق بتاعه؟ عندك كام لعيب محترف؟ دي حاجات محتاجين نبص عليها. دلوقتي بنتكلم على اللعيبه الصغيره وفكره الناشئ. جود بيلينغهام لسه رايح ريال مدريد عنده 19 سنه، بقى لنا كام سنه بنسمع عن جود بيلينغهام؟ زي ما حضرتك قلت جافي، بقى لنا كام سنه بنسمع عن جافي، بيدري بقى لنا كام سنه بنسمع عن بيدري. فلازم اولا زي ما حضرتك بتقول نغير فكرنا عن الناشئ. ماتش بتاع امبارح عايز هناقشك، يعني عايزين نغير فكرنا عن الناشئ مين؟ يعني احنا مش عايزين نتكلم في حته باسيفيك قوي محدده قوي، هو مين اللي يغير فكرته عن الناشئ؟ هل المدير الفني؟ هل اداره الكره في الانديه؟ هل السوشيال ميديا والجماهير بشكل كبير انها لازم تغير ثقافتها ان الولد اللي عنده 18 سنه ده ما بقاش ولد صغير؟ مين بالظبط؟ يعني نحدد مين الاول انه لازم يبص على اللاعب اللي عنده 18 19 سنه انه لعيب لازم يستفيد من امكانياته بشكل كبير. طيب هنا احنا نتكلم عن مشكله موجوده في الكره المصريه، هي مشكله المدربين. انا رايي اللي محتاج يبص البصه المختلفه دي هو المدرب. طيب المدرب اللي عندك ده سنه قد ايه؟ بيقعد كام سنه في النادي؟ عندنا التورن اوفر عالي في المدربين. أوكي. سن المدربين بيبقى كبير، فمدرب كبير ده مش هيعتمد على الناشئ، فعقبال ما يبتدي يطلع يلعب بطريقه كونسيستنت هيكون خلاص كبر عن اللاعب اللي ناشئ بره في بلاد اوروبيه. تمام. فالفكره في المدربين والكره المصريه عامه محتاجين نبتدي ندي فرص للمدربين الصغيرين عشان ندي فرص للعيبه الصغيرين، ما هي تسلسل. انا متفق معاك عامه، المدربين وخاصه في قطاع الناشئين اللي يمكن كبير شويه هو حاطط نفسه في قالب ان الولد بتاعه والولد ال 18 سنه ده انت يا ابني لسه صغير وما ينفعش تلعب فريق الاول علشان ما تتحرقش ما بين قوسين ديت اللي عندنا اللي عشان اللعيب ما يتحرقش، يعني ما فيش الكلام ده مش موجود بره. يعني بالظبط احنا بره بنشوف اللعيبه بتاخد فرص اكتر، العكس ده اللعيب بياخد فرص ساعات وهو صغير ويجرب في كذا مركز. بص حتى من التسعينات ستيفن جارد تاكا رايت باك، بص راح فين ترينت دلوقتي بيتكلموا عايزين نص ملعب، بيدوا اللعيب فرصه حتى لو مش في مركزه يبتدي يثبت نفسه ويبقى عنده خبرات. لعيبه الفريق تحت 23 بتاعنا كام لاعب بيلعب بصفه اساسيه؟ كام لاعب عندنا اساسي في النادي بتاعه او مدرب بيعتمد عليه؟ هتيجي نغير من الفكره ده، هتيجي ندي فرص مدربين صغيرين، ندي فرص للناشئين، هتيجي نغير الفكر في الكوره. محتاجين كمان ندي فرصه للمدربين اللي ما لعبوش كوره عشان يبتدوا من سن اصغر. خلينا انا هخش معاك في ملف المدربين اللي ما لعبوش كوره وازاي نستفيد، ويمكن اخيرا حتى اتحاد الكره بدا يهتم شويه باللايسنس، وكان في اللايسنس ايه والناس اشتغلت عليها بشكل كويس، لكن ما زال قاعده المدربين المصريين المؤهلين اللي دارسين قاعده صغيره جدا بالنسبه لعدد اللاعبين او عدد الانديه. لكن خلينا مع المنتخب الاولمبي ونتيجه 0-0 مع النيجر، ويمكن انا في الانترو اتكلمت وقلت ان خريطه الكره الافريقيه على مستوى الناشئين والشباب والمنتخب الاولمبي اتغيرت بشكل كبير، يعني خلال العشر سنين اللي فاتوا لا في طفره كبيره جدا جدا. طبعا في النقطه اللي انت بتتكلم عليها ان لو احنا مسكنا منتخب مصر الاولمبي في كم واحد بيلعب مع فرقته اساسي؟ بالظبط حسام عبد المجيد اعتقد ان نادي الزمالك، يعني بتتكلم على مين تاني؟ انا مش فاكر حد يكون ابراهيم عادل في بيراميدز. لو اتكلمنا على اثنين ثلاثه بيلعبوا بياخدوا فرص مع فرقهم حتى في الدوري المصري عدد قليل جدا. عدد المحترفين الموجودين في اوروبا بالزبط. مش موجود بالزبط. وبالتالي الناس ما تبقاش سقف طموحها عالي قوي، لان زي ما بقول وانت كمان تضيف لي ان المنتخبات الافريقيه بقت مختلفه تماما عن 10 سنين فاتوا. يعني بقى الفكر مختلف، الفكر اتغير. دلوقتي بقى عندك لعيب افريقي من ساعه وهو صغير بيتكلم كذا لغه، بيتعلم ازاي يستحمل ضغوطات مختلفه، بيطلع بره يحترف من ساعه وهو صغير. بقى خلاص بقى في انديه في افريقيا كل فكرها انها تبعت لعيبه بره وتستثمر فيهم، ده التارجت بتاعها بالظبط، ده الفكره بتاعتهم. عشان كده حتى نبص الكوره في افريقيا بقت اضعف حتى على مستوى النوادي. ليه؟ لان كل اللعيبه الكويسه جدا في افريقيا بتحترف خلاص، ما بقاش في لعيبه مستوى عالي في افريقيا بيلعبوا جوه البلد بتاعتهم. فده الفكر اللي محتاج يتغير. دلوقتي حضرتك بتقول كام لعيب محترف؟ المغرب عندها ثلاث لعيبه بس محليين، مالي نفس الكلام، كل منتخب محترف. بس استنى عشان الناس برضو الكلام ما يبقاش، خلي بالكم يا جماعه بنتكلم على منتخب تحت 23 الاولمبي تحت 23 سنه عنده ثلاثه بس محليين، ثلاث لعيبه
وتخيل لو السكواد كله 25 انت بتتكلم تقريبا في 22 لعيب محترف خارج يعني نطاق الدوري المغربي، رقم كبير جدا بالنسبه مقارنه بمنتخب مصر. طبعا منتخب مصر فيهوش ولا لعيب محترف تحت 23 سنه، فده محتاجين نفكر فيه. طيب مشكله تانية محتاجين نفكر فيها، هو احنا ازاي بنحضر الولاد من ساعه وهو صغير انه لو جات له فرصه الاحتراف؟ هل بنعلمه لغه؟ هل بنديله وعي تكتيكي؟ هل بنعلمه الثيريز المختلفه اللي بره؟ ايه النظريات الموجوده بره في التكتيك في الكوره؟ هل بنعلمه الحاجات دي الاساسيات اصلا عند لعيب الكوره؟ هل هي قويه ولا هل هي ضعيفه؟ طيب معانا منير دلوقتي ومع الساده المشاهدين، دي اغلى قوائم للمنتخبات المشاركه دلوقتي في كاس امم افريقيا اللي موجوده في المغرب المؤهله لاولمبياد باريس 2024. المغرب القيمه التسويقيه لفرقتها 52 مليون يورو. خلي بالك من الرقم 52 مليون يورو. منتخب المالي اللي في مجموعتنا تقريبا 5.5 مليون يورو. غينيا 5 مليون يورو. مصر بتتكلم في 4 تقريبا 4.5 مليون يورو. غانا 4.1 من 10. لكن عايزين نبص ما بين، خلينا نتكلم ما بيننا وما بين المغرب، نتكلم مصر القيمة التسويقية أو قوائم اللعيبة الموجودة في مصر 4 مليون وفي المغرب 52 مليون. ده اللي بنتكلم عليه منير، إن في بعض الدول مش عيب إننا احنا نقول سبقتنا طبعا في هذا الملف، وهذا الملف هينعكس إيجابيا على المنتخب الأول. لما أنت بتتكلم على منتخب المغرب تحت 23 سنة تقريبا في أكتر من 20 لعيب محترف خارج الدوري المغربي، فأنت بتتكلم على مستقبل كبير جدا طبعا. فإحنا فين من هذه المنظومة؟ طبعا حضرتك لسه قايل نقطة مهمة، إن الخريطة بتتغير. حتى مالي بقت حقيقة أغلى منك وعندها لعيبة أحسن منك محترفة بره. مالي اللي من كام سنة كانت لا مصر طبعا كعبها عالي على مالي وبلد أكبر منتخب أكبر، دلوقتي لا بقت تحت 23 في مالي أغلى من تحت 23 سنة في مصر. فدي مشاكل محتاجين نفكر فيها. طيب ازاي نحل الجزء دوت؟ هل انت قلت على مستوى المدربين لازم يكون عندنا قاعده مدربين اوسع شويه صغيرين طبعا في السن؟ احنا دلوقتي حتى انا بعيد كلامك جدا، حتى على مستوى مستوى مثلا البوندز ليجا خلاص بنشوف مدربين ماسكين فرق كبيره جدا. ناجلزمان 22 سنه كان ماسك هوفنهايم وعمل معاه 34 سنه كان مع بايرن ميونخ، مدرب صغير جدا وما لعبش كوره طيب رأيك إيه في المباراة نفسها فنياً؟ هل شايف إن المباراة كانت زي ما الناس بتتكلم بشكل كبير جداً كانت مباراة؟ أنا شايف من وجهة نظري مباراة جيدة للمنتخب الأولمبي المصري كبداية، ولكن النتيجة ما كانتش كويسة. تحلل الأداء إزاي بالنسبة لمنتخب مصر في مباراة النيجر؟ بعد الماتش طلع المدرب بتاع المنتخب قال إن إحنا ضيعنا كور كتير. لما نيجي نبص على الكورة المضايحة لازم في مصر نغير التفكير برضو في حتة إيه؟ الفرق بين بضاعة كور كتير وجودة الكورة اللي بنضيعها. كم كورة كانت عرضية؟ طيب الكورة العرضية دي ايه نسبة ان هي تخش جون؟ لان نبص على فكرة بره دلوقتي يبصوا على جودة الهجمة مش عدد الهجمات. دلوقتي لسه في مصر بنبص على كام شوط على الجون، طب ايه الجودة بتاعت كام شوط على الجون؟ ايه نسبة دخولها الجون؟ كم عرضية اتعملت؟ دي الأفكار محتاجين نبص عليها، احنا ما ينفعش نفضل على طول في فكر اللي هو احنا رحنا للجون كام مرة وصلنا كام مرة. لازم نشوف الجودة بتاعت الهجمات، الأفكار المختلفة. كل الكورة العرضية دي فين الافكار المختلفه؟ فين الباترنز بتاعتك طيب كمدرب؟ خلينا نمسك المباراه من حيث عدد الفرص. مثلا جالنا فرص الناس بتقول عليها فرصه كبيره للتهديف، ممكن انت يكون عندك وجهه نظر مختلفه شويه. عمليه الهجمه يعني عندنا 14 فرصه منها 8 على المرمى. انا هقول لك الارقام وانت تبدا تقول لي منظورك انت لهذا الرقم. ناس قال لك احنا ضيعنا جوان كتير او خلقنا فرص كتير او عندنا 4-5 كور جت في العارضه وفي القائم وما كناش محظوظين. انا بتفق ان هو كان في نوع من انواع غياب التوفيق شويه، لكن انت رؤيتك للهجمه الواعده او حتى الرقم اللي بيتقال دلوقتي من خلال التحليلات الاكس جي الهجمات او الهجمه يعني اكسبكتنج جول يعني بالزبط. الهجمه تتوقع منها هدف بالزبط. ايه الفرق من اللي انا بقوله واللي انت شفته من خلال اداء المنتخب؟ احنا محتاجين برضو زي ما قلنا لحضرتك محتاجين نبص على ازاي بنبني الهجمه، ازاي بنطلع من تحت، ايه الافكار اللي عندنا قدام. الفرق اللي بتعمل عرضيات كتير هي فرق فقيره في الافكار، ما عندهاش افكار كتير، هو مش لاقي الحل للعيب فبيعرض. نرجع برضو لو ممكن اروح مع حضرتك لحته ثانيه، حته العرضيات زي ما قلنا نسبه تهديفها مش عاليه. امبارح طلع خبر ان دلوقتي في الناشئين الجون اللي بالعرض اللي جه بالراس هيتحسب باثنين.
طيب انا اول ما قريتها بصراحه منير قعدت اضحك الحقيقه، يعني ما دي فكره هتعمل ايه، محتاجين نبتدي نبص على الارقام دي، كام جون يخش بالراس. طب ليه تعمل فكره زي دي بره مصر؟ بره مصر الافكار دي مش موجوده، بره مصر الناشئ تحت 16 سنه مش مسموح ليه اصلا انه يلعب كره براسه، عشان في اسباب صحيه وتاني اسباب فنيه. فانت لسه دلوقتي بتدي اللعيب المصري الحل السهل، عرض حطها في البوكس ربنا يستر، مش ده الفكر. هيجي نبتدي نفكر على الباترنز بتاعتنا، ازاي بنبني الهجمه، ازاي بننزل نقابل بعض، السبورت اللي بنعمله، الافكار مختلفه هيجي نبص عليها. طيب. عشان نزود نسبه فرصه ان الكره تخش جون. حلو، يعني من كلامك ده يا منير ان احنا يعني احنا وصلنا للمرمى بشكل كبير، ولكن من وجهه نظرك ما كانتش، كانت الامور عباره عن هجمه من كرات عرضيه وبالتالي اتعرض ربنا يستر. يعني هو ما فيش استراتيجي للهجمه نفسها. لا. وكان حظنا وحش، انا مع حضرتك، كان حظنا وحش. اكيد كان في عدم توفيق. بس محتاجين نبص على الموضوع، سيبك الماتش ده، محتاجين نبص على الموضوع على المدى الطويل. حظك وحش النهارده، المره الجايه هيبقى تلاقي منتخب بيعامل عرضيات احسن، هتوصل كام مره؟ يعني انت شايف ان كل هجماتنا كل خطورتنا كانت من كرات عرضيه. كانت من كرات عرضيه معظمها، فنبتدي نبص. طيب، المره الجايه لما تقابل فريق بيتعامل مع ده احسن، هتعمل ايه؟ هتعرف افكارك. يعني. افكارك، دي الفكره. بس، فمحتاجين نبص على المشاكل دي، ومحتاجين نبتدي نفكر في افكار مختلفه، طرق مختلفه لبنيه الهجمه زي ما قلنا، طرق مختلفه ازاي لما توصل تلت الاخراني بتعمل ايه؟ لان ندي لعيب مصري حلول مختلفه، بالذات هو ناشئ، نعوده على الحلول المختلفه، مش بس حل عرض وحل تخلص من الكوره. في كل المستويات، في كل المراكز، محتاجين ندي اللعيبه حلول مختلفه. ده طب انت مش فيه. شايف ده ممكن يكون حتى من ثقافه اللعيب نفسه او من ادائه او من الليفل في الدوري المصري؟ قدامنا طبعا دي نتائج الجوله الاولى، فوز المغرب على غينيا 2-1 وفوز غانا على الكونغو 3-2، ده في المجموعه الاولى. المجموعه الثانيه طبعا تعادل مصر مع النيجر 0-0 وفوز مالي 3-1 على الجابون. بنفكر الساده المشاهدين ان الاول والثاني من كل مجموعه، يعني في اربع فرق هتوصل للدور قبل النهائي، هيلعبوا بنظام الاكس، يعني كله يعني ليه تحديد البطل وتحديد المركز الثاني والثالث. اللي هيصل للاولمبياد ان شاء الله هو الثلاث مراكز الاولى، المركز الرابع عنده ملحق مع رابع احد المنتخبات في اسيا ليكون موجود في الاولمبياد. عايز برضو اكلمك على نقطة مهمة جدا واحنا بنتكلم ولازم نحلل عشان كمان ما نظلمش الولاد بتوع المنتخب الاولمبي، ان زي ما انت قلت نقطة مهمة جدا، اللعيبة ما بتشاركش مع انديتها بشكل مباشر. الدوري المصري كمان حتى على المستوى الاول لم يفرز لعيبة دولية على مستوى تقدر تنافس بيه على مدى طويل، يعني احنا ممكن نلعب حلو قوي ماتش امام بلجيكا ونكسبها، لكن على الاستمراريه زي ما حصل مثلا منتخب المغرب في كاس العالم، احنا الحقيقه لا يعني لسه ما وصلناش لهذه المقدره ان احنا ممكن ننافس على يعني مراكز متقدمه في كاس العالم. شايف ده يتحل ازاي؟ هل الدوري المصري محتاج ايه علشان نفرز لعيب دولي؟ محتاجين نبتدي من تحت، من الاول خالص، من الناشئين. زي ما قلنا محتاجين نعلم مدربين احسن، يعني مش بس ان ندي رخص للناس اللي ما لعبتش كوره، طب نحسن الرخص نفسها، نعلم اللعيبه ان المدربين احسن من كده، لازم المدربين تطلع لعيبه احسن من بيطلعوها، مستوى الناشئ ما بقاش زي زمان، محتاجين نزود في العلم بتاعنا، فدي الفكره، محتاجين الناشئ يطلع من الاول صح، عندنا لسه لعيبه بيلعبوا في انديه كبيره في مصر ما عرفش يستلم ويباصي، ما عرفش اساسيات هتكون. ما هو ده جاي من يعني بالظبط يعني من الناشئين، من قطاع الناشئين، وجاي من برضو المدربين اللي يعني مع احترامي كل الناس، عمليه التدريب ما بقتش عمليه ان هو واحد لعب في الدوري عدد كبير من المباريات فعنده خبرات، العمليه مختلفه تماما. وهخش من ديت على السؤال اللي انت كنت قلته، ان هل في وقت من الاوقات لازم نفتح، وده رساله للاتحاد المصري لكره القدم. على فكره الاتحاد الالماني بيعمل كده، لما بيجي يقول يلا يا جماعه هنفتح باب مين اللي عايز يكون مدرب كره قدم، بيفتح الباب للناس كلها، يعني بيكون في معايير معينه وبيبقى في اولويات معينه. لا والله انت لعيب، لعبت في احد الانديه، عدد مبارياتك كام بتاخد مكان، انت لعيب دولي بتاخد مكان تاني، انت لعيب عدى عدد المباريات الدوليه عدد معين بتاخد مكان تاني. لكن الامور مفتوحه كلها لاي حد شايف في نفسه انه عنده قدره انه يكون في يوم من الايام مدرب كره قدم. مورينيو ما لعبش كره قدم او ما لعبش منافسه على مستوى عالي ومن احد المدربين العظام في عالم كرة القدم، وبالتالي الملف ده منير انت كمان طرحته، فكرتك لده ايه؟
ازاي ان احنا نشتغل ونوسع قاعدة المدربين الصغيرين اللي هياخدوا فرص سواء في قطاع الناشئين او على مستوى حتى دوري المحترفين او دوري الدرجة الثانية. زي ما حضرتك قلت، مش بس الاتحاد الالماني، الاتحاد الاسكتلندي، الانجليزي، كلهم فاتحين دلوقتي الباب الناس ما لعبوش كوره. مورينيو فتح باب لكل المدربين، خلاص تفهم كوره، عندك حب معين للكوره، عايز تشتغل على نفسك، ممكن تبقى مدرب، وتبقى مدرب مستوى عالي كمان. محتاجين زي ما حضرتك قلت نفتح الباب للناس ما لعبوش كوره اولا، ثانيا محتاجين نستخدم الخبراء الاجانب. دلوقتي لسه عندنا فكره في مصر، انت عايز تبقى مدرب؟ نفسي وانا بشتغل على الموضوع ده، ولما حاولت اجيب رخص من مصر طبعا اترفضت، اضطريت اطلع بره واجيب رخصه من اسكتلندا عشان اعرف بس امشي حالي هنا في مصر. يعني انت كمان كان عندك تجربه انك حاولت هنا انك تاخد رخصه يعني ما كانش المعايير متطابقه عليه يعني، لكن لا. انت عندك فيجن وعندك يعني عندك البيشن انك ممكن تكون نفسي مدرب. نفسي يعني نفسي انا دلوقتي بشتغل على الرخصه سي بتاعتي وجايبها من الاتحاد الاسكتلندي. والناس دي محتاجين كابتن هاني كمان نستخدم خبراتهم. احنا لسه عندنا في مصر الفكر بتاع نجيب المدرب يدرب في نادي كبير عشان اجنبي، لا، جيبه يعلمك، جيبه يعلم المدرب المصري صحيح يحسن من مستواه، مش بس هنبدا على طول نجيب المدربين الاجانب يجي يدرب هنا وهنا وياخد شويه فلوس ويمشي، مش ده الفكر. عايزين نطور الفكر ده، عايزين نشوف مدربين مصريين ماسكين اكبر فرق في مصر. ازاي نعمل ده؟ لازم نجيب المدربين دول يطوروا، مدربين اللي جم زي مانويل جوزيه، زي مدربين زي دول لازم يجي يدي خبرات بتاعته للمدربين المصريين. انا كمدرب مصري دلوقتي لو كنت سمعت ان واحد من المدربين فريرا اللي كان بيدرب مورينيو او مانويل جوزيه جاي يدي هنا كورس او هيشتغل في الرخصه هنا وهيعلم الناس، هروح جري. فدي الفكره، محتاجين نستعير بالخبرات دي، نبتدي نطور مدربين مصريين. حتى بتتكلم على المدربين اصحاب التاريخ، مدربين على مستوى عالي جدا. النهارده عندنا مارسيل كولر على سبيل المثال، مدرب طبعاً كبير جدا. ازاي نستفيد؟ النادي الاهلي بيستفيد منه، ولكن كيف تستفيد منه الكره المصريه؟ انك ممكن جدا يبقى متعاون مع الراجل في وقت فراغه، مع انه وقت فراغه قليل قوي، اكيد بيكون عنده بعض المحاضرات، بعض الافكار اللي بيطرحها على الناس. احنا عندنا كوبر مدرب كبير في منتخب مصر، صحيح، روي فيتوريا دلوقتي مدرب كبير. احنا عندنا مدربين كبار مسكوا منتخب مصر، جيبهم يطوروا المدربين المصريين، مش تجيبوا مشاهد مساعدين يمسكوا معاه، لا، يطوروا، يدوا كورسات، يعلموا الناس. انا دلوقتي عايز يبقى ليا فرصه اني امسك فريق كبير في مصر، امسك منتخب، امسك حاجه زي دي، ليه لا؟ جيب دول يطورونا، يشتغلوا معانا، يحسنونا، يوصلوا لمستوى، ما اضطرش انا اروح بره عشان اخد العلم ده، وانا ممكن اخده هنا في مصر. صحيح، ده اللي قصدي عليه. وكمان عايز اتكلم معاك في ملف المصريين مزدوجي الجنسيه، يمكن اللي احنا يمكن من شهور كبيره جدا جدا فتحنا مع حضراتكم هذا الملف هنا في المحترف، وقلنا انه ملف مهم جدا يا جماعه، الناس كلها شغاله عليه، نتمنى ان يكون في متابعه، وما زلنا وهنفضل وراء هذا الملف، لانه سكه بتودينا. انا بتكلم مع منير وكل ضيوف اللي هنا قال علشان نوصل ان يكون عندنا عدد كبير من اللعيبه المحترفه في اوروبا فرز الدوري المصري، عندنا وقت طويل جدا جدا وهيبقى صعب جدا، فليه ما نستغلش دوت ان احنا عندنا مصريين عندهم ازدواجيه في الجنسيه زي ستيفان شعراوي يمكن في 2012، ويمكن زي ما قلت لحضراتكم رحت وحاولت اتكلم معاه لكن هو كان خلاص قرر انه يلعب مع منتخب ايطاليا. احنا هنا في المحترف بنقدم نماذج كتيره جدا جدا، نتمنى ان المنتخب او القائمين في اتحاد الكوره على هذا الملف يكون فيه اهتمام. النهارده هنقدم لكم نموذج اخر ومصري في المانيا. لاعب جديد مصري في ألمانيا بنقدمه لاتحاد الكورة، وإن شاء الله يكون في اهتمام بهذا الملف. وهاخد من الفيديو جراف دوت على رؤيتك أنت كمان لهذا الملف. أندية كثيرة ومنتخبات كثيرة جدا جدا اهتمت بهذا الملف، ودلوقتي عندها نجاحات كبيرة جدا جدا. شايف نتعامل مع الملف ده إزاي يا منير؟ محتاجين نتعلم من النماذج الفاشلة. بمعنى مثلا دلوقتي ايرلندا عانوا كتير لجريليش وداكلين رايس، لعبوا معاهم فتره وبعدين راحوا منتخب انجلترا. انجلترا خسروا موسيالا لعيب كبير، خسروا زاها لعيب كبير كان ممكن يساعد موسيالا مع بيلينغهام، كان له مستقبل كبير جدا لانجلترا. دلوقتي موسيالا مع منتخب المانيا، محتاجين نتعلم من النماذج دي. يعني انت بتتكلم كمان على مستوى اوروبا، المنتخبات او البلاد اللي اتاخرت في ده خسرت كتير. وجبت امثله يعني بتتكلم على ايرلندا، بتتكلم طبعاً كمان
على مستوى انجلترا نفسه. موسيالا كان بيلعب في انجلترا طبعا. وكان عنده فرصه انه يلعب للمنتخب الانجليزي طبعا، وبالذات اللعيبه. تعال نبص على ايرلندا بالذات كمثل، بالذات البلاد اللي ما تنتجش لعيبه كتير بالجوده دي بالزبط. او لعيبه كتير محترفه محتاجين نراك. ايرلندا خسروا جريليش وخسروا رايس، مش عايزين نخسر لعيبه زي اللي حضرتك لسه بتتكلم عنهم دلوقتي دول لمنتخبات تانية، وهو ممكن يجي يلعب عندنا ويلعب اساسي كمان، ولا زي ده ممكن في المانيا يبقى عنده منافسه اكبر، لو جه هنا مصر هيلعب اساسي وهيبقى عنده مكانه اكبر. حين نركز في موضوع ده، اللعيبه المزدوجه دي من الاسلحه المهمه لاي منتخب. صحيح، وانا طبعا تاني بقول وهعيد وهفضل، يا ريت الاتحاد المصري لكره القدم يعمل السكاوتنج تيم او فريق البحث عن هذه المواهب ويتواصلوا معاهم، ويكون عندنا عدد كبير. ما ينفعش يا جماعه يكون عدد يعني الواحد برضو بيكون متضايق وهو بيتكلم كده، يعني لازم احنا من 2012 بنتكلم على لازم نطلع اولادنا بره، ولازم ولازم ولازم. الكابتن جوهري من سنه 90 بيتكلم، فاحنا دايما بنلف حوالين محور واحد ونقطه واحده، طلعوا الاولاد يحترفوا بره. احنا ما ينفعش ان منتخب مصر الاولمبي ما فيهوش ولا لاعب محترف، ومنتخب المغرب ما فيهوش غير ثلاثه محليين، يعني شوف الفرق. بتكلم على عدد كبير جدا. منتخب مالي تحت 23 سنه عنده اكتر من 11 او 13 لعيب محترف في اوروبا. ما بقولكش انه بيلعب في تشيلسي ولا بيلعب في المان يونايتد، لكن بيلعب في ليفل على الاقل اعلى من الليفل اللي بيلعب فيه في بلده بشكل كبير جدا، وبالتالي هيبقى عنده فرصه كبيره جدا للتطوير، وعنده فرصه كبيره جدا انه يوصل لمستويات اعلى في وقت اقصر. ما حدش يتخض يا جماعه ان منتخب المغرب لعب نصف نهائي كاس العالم، وما تتخضش خلال السنين اللي جايه هتلاقي منتخب زي السنغال بينافس في كاس العالم، او منتخب المغرب هيستمر على هذا الكيرف العالي لمده سنوات طويله. تتكلم على منتخبات كبيره، اتفرج على منتخب نيجيريا، واتفرجوا على منتخبات يمكن زمان ما بين قوسين بنقول ايه المنتخبات دي، اتفرج على يعني منتخب حتى منتخب غينيا اللي يعني خسر بصعوبه امام المغرب. احنا للاسف واقفين عند نقطه واحده وماسكين في نقطه واحده ومش عايزين نتحرك لقدام. حتى لما بنعرض حاجه وبنقدم حاجه عشان بنحب بلدنا وبنحب الكوره وبنحب مصر انها تكون متقدمه، مفيش تحرك. احنا لغايه دلوقتي يا جماعه اعتقد مقدمين اكتر من 50 لاعب بيلعبوا بره في اوروبا، مش يعني بقالنا اكتر من سنه في هذا الملف. نيجي نتكلم مع حد في اتحاد الكره وايه ده حصل؟ لا، احنا ماسكين الملف وعارفين احنا بنعمل ايه. طيب يعني عارف بتعمل ايه؟ يعني ماشي في الخطوه؟ ما نلاقيش الكلام دوت. يجي واحد بيلعب في اوروبا يتمرن تمرينتين مع المنتخب الاولمبي او يلعب له ماتش ودي، لا معلش فرصه تانية. واحد بيلعب في مونشن جلادباخ يجي منتخب الشباب، لا اصل عندنا احسن منه. يعني للاسف يا جماعه بنتعامل حتى مع الولاد دول بشكل خاطئ. انت ليه حتى لو مش محتاجه حتى دلوقتي، لا لازم تتابعه، لازم تجيبه، لازم يكون موجود وتعمل له خطه، والناس دي لازم تطلع من اتحاد الكوره تتعامل مع النجوم ديت. يا عم لو اتكلمنا على 50 واحد هات لنا خمسه منهم، هات لنا 10 منهم يكونوا كويسين ويساعدوا المنتخبات ديت، ويساعد منتخب مصر يكون عندنا لما يجي كده المدير الفني للمنتخب الاول يستدعي اللعيبه، يا جماعه احنا عندنا 25 لاعب محترف هنختار منهم، عندنا 30 لعيب محترف هنختار منهم. الكلام ده بيحصل في دول اقل مننا كتير، يعني على مش اقل مننا، خلاص ما بقوش اقل مننا، بقى اكتر يعني بقى احسن مننا. فالكلام دوت برضو الواحد بيضايق الواحد، والناس للاسف ما بتسمعش. عندنا خامات وعندنا لعيبه، وان شاء الله باذن الله الكلام يوصل، ولو ما وصلش هنحاول بقدر الامكان الملف ده مش هنسيبه. طيب هنخش معاك يا منير في الصفقات الصيفيه، يعني عايزين نستعرض سريعا الصفقات ورايك ايه، وهاخد رايك في موضوع دلوقتي السوق السعودي في، وطبعا دخوله اوروبا بشكل كبير جدا. نستعرض الصفقات ديت سريعا.
معلش احنا سبقنا خطوة شوية، لان كمان زي ما بقول لحضراتكم لو الاندية بتستعد على مستوى الصفقات وعلى مستوى الانتقالات، كمان الاستعداد على مستوى الجماهير. حضراتكم شايفين الدوري الانجليزي والفرق الدوري الانجليزية في بيع التذاكر الموسمية، مبلغ كبير جدا جدا بيخش خزينة النادي من هذه الواردات. ومنير يعني هاخدك في الجزئية ديت، عملية حتى الماركتينج وعملية التحضير للموسم اللي جاي. الجدول اتعرف، الدوري الانجليزي الجدول معروف، شكل الكره اللي يلعبوا بيها معروف، عارفين دلوقتي خلاص الانديه بتستعد ليه وطرحت التذاكر الموسميه للجماهير عشان تبدا تشترك فيها. فاستعدادات من بدري، واستعدادات على مستوى الدوري الانجليزي. يعني خلينا طب نروح الاول لابرز الصفقات في الدوري الانجليزي، وعايز تعليق منك سريع. يعني نكونو من لايبزيج لتشيلسي 65 مليون، ديان ده طبعا من يوفنتوس لتوتنهام 30 مليون، أليكسيس من برايتون لليفربول، وهنقف انا وانت عند برايتون لان عامل شكل اكتر من رائع، بيدرو من سبورتنج لشبونة لتوتنهام، بوباكر تراوري من ميتس الفرنسي لوفرهامبتون الانجليزي. شايف الصفقات عامه الموسم ده مشتعل بشكل كبير، و شايفه ازاي يا منير؟ شايف الانديه بتشتغل على الملف ده ازاي؟ انا عايز ابتدي الاول عند انكوكو. اتفضل. تمام. انكوكو لعيب راح تشيلسي، طب هو بيحل اني مشكله النمره 9 عند تشيلسي، دي مشكله بقى لها سنين، حتى هتقول لك في لعنه النمره 9 في تشيلسي. مظبوط. طب هل انكوكو نبص عليه، هل انكوكو لعيب نمره 9؟ لا. مين كان نمره 9 اللي قبل انكوكو؟ هافرتس خلاص بيمضي في ارسنال، هيلعب فين؟ هيلعب 8 على الشمال. فواضح في مشكله كبيره جدا في تشيلسي في ان هم يايدنتيفاي التارجت الصح. طب ازاي فريق كبير زي تشيلسي يكون عنده هذه المشكله؟ يعني ازاي فريق بحجم تشيلسي، وبرضه انت تكلمني على تشيلسي الموسم اللي فات الارقام اكتر من 630 طبعا. مليون اتصرفوا على الصفقات، احتل تقريبا المركز ال11 او ال12. ايه المشكله في تشيلسي؟ بص حضرتك، هي مش فكره فلوس، هي فكره مين اللي بيدفع فلوس، مين اللي بيختار اللعيبه، ايه الخبرات اللي موجوده في تشيلسي دلوقتي، مين الفوتبول برين اللي بيختار، مين الناس اللي عندها الخبرات في الكوره اللي بتختار اللعيبه. في اكتر من 30 لعيب في تشيلسي. طيب مين واحد بيفهم في الكوره يبقى عارف يختار قرار زي ده، انه عنده اكتر من 30 لعيب في فريق واحد. بص على المهاجمين اللي اختاروهم، بص على اللعيبه اللي اختاروهم، هل دي لعيبه مستوى تشيلسي؟ تاني بص على كوكو، هل ده لعيب نمره 9 اللي هيجي يحل مشكلتك؟ انت عندك مشكله كبيره جدا في تشيلسي في التهديف، بقالهم سنين عندهم المشكله دي. طيب انت هتجيب راس حربه، كان عندك كاي هافرتس لعبته راس حربه هو مش راس حربه، كان عندك فيرنر جربت راس حربه هو مش راس حربه صريح، هو كان برضه بيلعب تحت راس الحربه، جايب دلوقتي انكوكو هو مش راس حربه صريح. طب انت هتحل المشكله دي، المشكله ديت من ايام لوكاكو، حتى انت بتتكلم على لوكاكو وبعدين لعب وبعدين راح الانتر وبعدين بالزبط. رجع من الانتر وبعدين بالزبط. مشي يعني هل مشكله سبورت دايركتور، هل مشكله العين، مشكله هيكل، مشكله هيكل بحاله حضرتك. دلوقتي احنا عندنا توت بولي ماسك، هو اللي بيشتري، ايه خبراته، هو امريكاني ما عرفش حاجه عن الكوره. ايوه في فرق ان هو بيشتري الأمين. وفي فرق ان بيكون في واحد ما عندهمش بقى خبرات، دي الفكره. كان في ستراكشر قبليها في تشيلسي، كان ابراموفيتش كان هو الفلوس وحط ستراكشر، كان عنده مارينا وكان عنده تشيك وكان عنده ناس بتوع كوره جايين يختاروا اللعيبه. بالظبط. دلوقتي مين اللي بياخد قرارات دي في تشيلسي؟ ده السؤال اللي احنا نساله. مشينا هافرتس، مين اللي مشى هافرتس؟ مشاه ليه؟ ايه القرار اللي اتاخد؟ بوتشيتينو دلوقتي داخل على هيكل جديد. طيب بوتشيتينو كان شغال في توتنهام مع دانيال ليفي، دانيال ليفي معروف ان هو في الصفقات ليه اختيارات معينه جدا. السبورت دايركتور بتاع توتنهام. بالظبط. وهو كان ماسك توتنهام. فالفكره هل هو هيعرف يادابت لتشيلسي ببروفايل مختلف كنادي، بروفايل مختلف كترانسفيرز، هو محتاج ياخد قرارات. طيب ساعه ما تعاقدوا معاه مع بوتشيتينو، ما هو ما المفروض في الاجتماع اللي حصل المفروض يقول والله انا جاي عندي سيستم، عندي اختيار مدرب لاعبين بشكل معين. هل تجنب الراي الفني للمدير الفني؟ واعتقد ده مش يعني هيبقى صعب جدا ان هيجيبوا لعيب بدون راي المدير الفني، وبالتالي حتى الاختيارات اللي انت بتقولها اكيد دي باراده المدير الفني. انكوكو متهيألي ده كان من فتره، يعني انكوكو احنا نسمع من فتره ان هو هيروح خلاص. أوكي. الموضوع خلصان. احنا بنتكلم دلوقتي لان نبص على تاريخ تشيلسي مع توت بولي. توخيل مشي بسبب مشاكل زي دي، توخيل طلب لعيبه معينه ما جاتش، في معينه لعيبه معينه جت هو ما كانش طالبهم، فواضح ان الراجل ده بيتدخل في شغل المدربين. ففي مشكله دلوقتي في تشيلسي في مين اللي بيشتري اللعيبه، مين بياخد قرارات الكوره، مين الفوتبول برين اللي موجود، هل بوتشيتينو هيعرف يشتغل مع حد زي توت بولي؟ ده اللي هنشوفه. طب انت شايف ان حتى
رحيل توخيل كانت نقطه انهيار في طبعا تشيلسي طبعا لان هو توخيل مدرب كبير. توخيل مشي بسبب التدخل في شغله زي ده. يقال كان في مشاكل مع الدريسنج روم ومع اللعيبه، دي حاجه ما اقدرش ناكدها او ننفيها، ما اعرفش. بس توخيل مدرب كبير. توخيل مثلا توخيل ابتدى فكره ان هافرتس يلعب راس حربه، بس كان بيلعبه ازاي؟ في 3 4 3 مظبوط، بينزل من الخطوط بيستلم، عنده الوينجين بيخش لجوه يقدر يوزع، افكار مختلفه، اللعب بتوين ذا لاينز ده مختلف. دلوقتي احنا عندنا راح بعديها جرام بوتر. طيب لما نبص على المدربين اللي بيجوا، جرام بوتر جه بعد توماس توخيل وجه بعديه بوتشيتينو، ايه الحاجه المواصفات اللي بين الثلاث مدربين دول زي بعض؟ ولا حاجه. فلان نبتدي نبص على اي اساس اختاروا بوتر، على اي اساس بوتشيتينو جاي؟ بوتشيتينو مدرب كبير، انا بحبه، مدرب كبير طبعا، مدرب كبير. انا مش بعترض على بوتشيتينو، انا بعترض على مين اللي واخد القرارات دي في تشيلسي دلوقتي. مين اخذ القرار ده؟ مين اخذ قرار مشي توخيل؟ توخيل مدرب كان لسه كسبان تشامبيونز ليج، وصل 2 نهائي كاس السنه اللي قبليها مع فريق تشيلسي. انت تقريبا شايف كده يعني تشيلسي بالنسبه للاستعدادات وعلى مستوى الصفقات مش هي اللي ممكن نقول ان تشيلسي قادم بقوه وهيرجع بشكل كبير جدا يعني. طول ما تشيلسي ما فيهوش هيكل، ما فيهوش ستراكشر صح بيختار اللعيبه، ما فيش سكاوتنج صح بيختار اللعيبه، هيبقى عنده مشاكل. لو انكوكو جاي يحل مشكله 9 دي هتبقى مشكله. وممكن نبص على برايتون كمثل، برايتون مش نادي صارف كتير، بس بص على الريكروتمنت بتاعه، بص على السكاوتنج بتاعه، مين ياخد القرارات عندهم. دي الفكره. انت بتتكلم على تشيلسي عنده مشاكل في كيفيه الاداره، وان يعني اللي بيدير او السبورت دايركتور او اللي بيختار اللعيبه لغايه دلوقتي فيها مشاكل، والمشاكل ديت ممكن تاثر على تشيلسي. طب عايزين نشوف على مستوى الانتقالات الصيفيه بالنسبه للدوري الاسباني، برضو نبص عليها ونشوف بعض الاسماء الوافده الجديده وانتقالها الى الدوري الاسباني. جاهزين يا شباب؟ طبعا بلينجهام طبعا هو يمكن انتقاله من بروسيا دورتموند لريال مدريد طبعا بمبلغ 103، ده طبعا اكبر رقم لغايه دلوقتي موجود. جوندوجان طبعا بعد انتقاله لبرشلونه ده كان مجانا، جريسمان من برشلونه لاتلتيكو مدريد، وطبعا لوك بادي ده من رين الفرنسي لاشبيليا، وخوسيليو ده اسبانيا من اسبانيول لريال مدريد. شايف ده ازاي من وجهة نظرك، بلينجهام وانتقاله الى ريال مدريد وجوندوجان وانتقاله الى برشلونة؟ دي اهم صفقة، جوندوجان من سيتي برشلونة دي اهم صفقة، اهم صفقة. انا رأيي ان دي هتغير من برشلونة كتير، هديهم عامل خبرة في نص الملعب، عندهم لعيبة كويسة كتير طبعا برشلونة، وعملوا الموسم اللي فات مش وحش، طبعا تشامبيونز ليج بدري بس كسبوا الدوري، وكان الموسم مش وحش ودفاعيا كانوا كويسين جدا، دي كانت مفاجأة. ان جافي معروف مدرب هجومي طبعا، ان هم دفاعيا كانوا كويسين جدا، دخل فيهم 15 16 جون كان رقم كده. فجوندوجان هيبقى لعيب مهم جدا، هيديهم خبره، هيعوض طبعا بوسكيتس طبعا اللي راح هيعوض بوسكيتس، هو مش نفس بروفايل اللعيب طبعا، بس هو الفكره في ازاي بيلعبوا بوكس ميدفيلد بتاعهم، بيلعبوا باسلوب مختلف، هنشوف ازاي جوندوجان هيادابت لده. ولكن انا شايف ان هو موجود عشان يتحكم في التيمبو بتاع برشلونه، يديهم خبره في نص الملعب، هيبقى لعيب مهم. بيلينغهام لعيب هايل كويس جدا، بيفكرني موسيالا شويه، عندهم حاجات شبه بعض، كويس واحد على واحد، لعيب سريع كويس في نص الملعب، صغير في السن، عنده فكره، هيتطور كتير، بيلعب منتخب، بس محتاجين نربط حاجات ببعض. مودريتش جدد عقد، طيب بيلينغهام هيلعب فين وامتى؟ تشاوميني راح السنه فاتت لعب كام ماتش؟ مش كتير. كامافينجا لعب باك ليفت طول الموسم. طب ما انا عايزك تقول لي تقريبا اللي انت شايفه وسط ملعب ريال مدريد بعد انتقال بلينجهام، عندك تشاوميني، عندك كامافينجا، في توني كروس لسه موجود؟ لا توني كروس متهيألي لسه موجود، بس بيقال انه هيعتزل، بيقال انه هيعتزل، ولكن وجود مودريتش دلوقتي بتتكلم على 4-5، بلينجهام اكيد هيكون ليه ادوار مختلفه بشكل كبير. ما دي الفكره، لان نشوف هيطوروا اللعيب ده هيلعب في انهي مركز. كافينجا لعب السنه فاتت كلها باك ليفت، هل هيكمل باك ليفت؟ ما اظنش، متهيألي في الاخر هيرجع تاني في نص الملعب. في وقت من الاوقات هيبقى نص الملعب في رايي بتاع ريال مدريد تشاوميني، كامافينجا، بلينجهام. بس احنا جبنا بلينجهام 103 مليون ودفعنا فيه كل ده، ومودريتش برده هيلعب، لان مودريتش هو لعيب عنده خبرات كبيره، لعيب لسه بيتحكم في نص الملعب، انا في رايي هو اهم لعيب في ريال مدريد، هو بيتحكم في تيمبو ماتش. سنه 38 سنه، لعيب، بس هو لعيب كبير طبعا، لعيب كبير طبعا. اللعيبه اللي زي دي بتعرف تتحكم في الماتش، بتعرف تغير ماتش تماما، ده اللعيب اللي بتعلق ده زي شماعه تعلق عليك كمدرب، تعتمد عليه. طب انت جبت سيرك كمدرب، انشيلوتي وشايف برضه بعض الرومرز اللي بيقولوا ان هو هيمسك البرازيل، بيقول هيمسك المنتخب البرازيلي، شايف دي خطوه قريبه لانشيلوتي؟ هو خلاص اعتقد الموسم كده متواجد مع ريال مدريد، ولكن خطوه زي ديت هل في حساباته ان يكون المدرب
مدرب المدير الفني للمنتخب البرازيلي؟ سنه مناسب لان مدرب المنتخب صحيح. بيبقى اكبر شويه فسنه مناسب لده. هو حقق حاجات كتير مع 4 تشامبيونز ليج فهو مدرب كبير جدا. ولازم نبص على كل الاطراف، هل ده كويس للريال مدريد؟ اه، لان في رايي محتاجين تجديد. طوال ما انشوتي موجود مش هيفي تجديد كتير للعيبه اللي بتلعب. لو عايزين نص الملعب اللي قلنا عليه الصغير محتاجين تغيير في المدرب، فده كويس لريال مدريد. هل هو كويس للبرازيل؟ ده اللي هنشوفه، لان عمر ما في مدرب اجنبي كسب كاس العالم، وده الهدف للبرازيل. البرازيل راح تكسب كاس العالم، هي مفيش اي حاجه تانية في حساباتها. انشوتي مدرب كبير بيعرف يتعامل مع ماتشات، بيعرف يتعامل مع الضغوطات طبعا، بس هل هو هيعرف يادابت البرازيل للعيب البرازيلي للفكر البرازيلي؟ عمل كويس مع فينيسيوس، عمل كويس مع رودريجو، صحيح كنت لسه هقول لك عمل كويس مع كاكا في اسي ميلان من كام سنه، فهو عمل كويس مع مارسيلو، عنده طبعا تاريخ كبير مع اللعيبه البرازيليه. هنشوف هيادابت ازاي لضغوطات انه يكون مدرب برازيل ويكون تالي اول مدرب للبرازيل من فتره طويله جدا، لو مش اول مدرب للبرازيل يبقى مش برازيلي. فهو كويس لانشيلوتي لانه هيقبض كتير، كويس لريال مدريد لانه هيبقى عندهم مدرب جديد. هنشوف لو كويس في البرازيل ولا لا. طيب يعني قبل ما نشوف برضو الدوري او الدوري الايطالي برضو انتقالات كبيره جدا جدا، قبل ما نطلع فاصل عايزين نعرف منك بالنسبه للانتقالات ورؤيتك للليجا الاسبانيه السنه اللي جايه، هل الدفعه المعنويه والصفقات اللي جايبها طبعا تشافي هتكون عامل اكبر لفوز تاني على التوالي لفريق برشلونه؟ طبعا زي ما قلنا انا شايف ان جوندوجان هيبقى اهم عنصر في الموضوع ده، هيبقى لعيب مهم جدا. هنشوف كان هيضيفوا مين تاني، في اشاعات لعيبه كتير جدا هتضاف، بيقولوا جافي سيمنز ممكن يجي، في لعيبه كتير كويسه لسه طبعا في صفقات طبعًا كبيره حتى طبعًا على مستوى ريال مدريد وبرشلونه، لكن قدامنا طبعا ابرز صفقات الدوري الايطالي. ميليك طبعا من مارسيليا ليوفنتوس، جوفاني سيموني من فيرونا لنابولي، حسام عوار من ليون الفرنسي، وده اللي عايزين نتكلم عنه حسام عوار. طيب حسام عوار تقول عليه ايه؟ لعيب كويس وهيبقى مناسب جدا لمورينيو، وانا شايف انه هيرفع مستوى نص الملعب بتاع روما زي ما شفنا الماتش السنه اللي فاتت، كان عندهم كريستانتي وماتيتش لعيبه سوليد اكتر، لعيبه نقدر نقول عليهم لعيبه ديفنسيف اكتر، وجود لعيب زي حسام عوار هيديهم اوبشن مختلف. كنت اتفرج على النهائي بتاع اليوروبا ليج، كان عندهم مشكله في الخروج بالكوره من تحت، صحيح، فده هيديهم حل مختلف. بيعرف ينزل بين السترفاكات في يبني، لعيب كويس مع مورينيو طبعا حامل كويس، مورينيو مدرب كبير طبعا. طبعا ومورينيو كمان عامل موسم او موسمين الحقيقه اكتر من رائع مع روما. خلينا يعني بعد الفاصل مع منير هنشوف شكل تكتيكي مختلف. كنا بنتكلم على برايتون الموسم اللي فات مع في البريمير ليج، عمل شكل مختلف للكره وخاصه الشكل التكتيكي. النهارده منير هيورينا حاجه مختلفه شويه، حاجه بره الصندوق، فخليكم معانا بعد الفاصل وهنرجع مع جزء تكتيكي لفريق برايتون. اهلا بحضراتكم مره تانية، اخر فقرتنا النهارده في الحلقه شكل تكتيكي. هنناقش الشكل التكتيكي والشكل الفني لفريق برايتون عن طريق طبعا نجم التحليل العالمي طبعا منير غنام اللي مشرفنا النهارده. منير هنرجع لك تاني وبنتكلم على فريق كبير زي برايتون ادى موسم ولا اروع في البريمير ليج، اسباب نجاحه ايه؟ طيب احنا عايزين نتكلم عن واحد من اهم الاسلحه اللي برايتون بيستخدمها، روبرتو ديزيربي. جوارديولا قال عليه من اهم مدربين في اخر 20 سنه في الكوره، فعايزين نبتدي في الاول نتكلم عن الفكره اللي بيستخدمها اللي هي الهجمه المرتده المصطنعه. الهجمه المرتده المصطنعه الارتفيشال ترانزيشن. اوكي، في العادي ممكن تجيب الصوره اللي قبليها. طيب هات الصوره اللي قبليها لو في صوره قبليها. ايوه ماشي. ايه الهجمه المرتده؟ هو ان احنا بنستنى ورا الكوره في البوكس بتاعنا في نص ملعبنا، مستنيين غلطه من المنافس عشان ناخدها ونبتدي نهاجم في المساحات اللي في ظهر المنافس. مظبوط. فهنا شايفين فريق مدريد كله ورا الكوره، في غلطه من فريق بايرن، جارث بيل اخذ الكوره. نروح الصوره اللي بعديها. نروح للصوره اللي بعديها اللي قبل دي بقى اللي كانت موجوده من شويه. ايوه الصوره دي، ده الشكل عايزين نوصل له. مساحات في ظهر الدفاع بنهاجم فيها، مساحات كبيره كانت وهما بيهاجموا. ماشي. عندنا عدم تنظيم وزياده عدديه. تمام، ده شكل هجمه مرتده عامه. ده الهجمه المرتده الكلاسيك، انك بتطلع الكوره بسرعات بالزبط معينه في مساحه فاضيه. تمام. طيب برايتون عايزين يوصلوا للشكل ده من غير ما يسيبوا الكوره للمنافس، من غير ما ياخدوا على نفسه ريسك ان يجي يشوط عليا، لا انا من عندنا هوصل للشكل ده. بيعملوا ده ازاي بقى؟ الصوره اللي بعديها. الصوره اللي بعديها. طيب تمام، ده فريق برايتون. بالظبط، ده فريق
ده فريق برايتون. اوكي. اللي لابس ازرق وابيض بيلعب هنا ارسنال. أوكي. هنشوف اللعيب بتاع برايتون واقف هنا برجليه على الكوره بارد بيشد الضغط بيستفز الضغط المنافس عشان يحرر الاثنين اللعيبه دول. اوكي. ده الهدف، عايزين نحرر الاثنين اللعيبه دول. يعني اللي معاه الكوره اللي عليه الشادو ده هو بيحاول يكون بالزبط. فيه هدوء في اللعب شويه عشان يحرر الاثنين اللي في وسط الملعب. هو بارد وهادي وراسي وبطيء وعايز يشد الضغط. اوكي. وده هعمل حاجتين، اول حاجه هيشد خط الدفاع عشان الفريق كله بيتحرك مع بعض، هيخلق مساحات اللي عايزين نهاجم فيها. تمام. اولا، ثانيا هيحرر الاثنين دول فنقدر هنا نبتدي الهجمه المرتده بتاعتنا. اوكي. واول ما الكره توصل الهجمه المرتده بتاعتنا حاجتين هيحصلوا. اول حاجه، اهم كوره في اي هجمه مرتده هي اول كوره، دي بتحدد كل حاجه، اتجاه الكوره وسرعه الكوره. مظبوط. الهجمه عامله ازاي، دي اهم كوره. فاحنا لو نوصل لنص ملعب هنبتدي بقى الهجمه المرتده بتاعتنا، الريتم هيزيد، التيمبو بتاع الهجمه هيزيد، عشان عايزين نحرر الاثنين دول عشان يبقوا حرين يلعبوا زي ما هم عايزين. نجيب الصوره اللي بعديها. ممكن الصوره اللي بعديها؟ الصوره اللي بعديها. طيب، ايه بقى شكل نص ملعب ده اللي الكوره بتروح له بيسرع التيمبو؟ ده بيبقى شكل نص الملعب. ده اللي احنا بنسميه البوكس ميد فيلد، اللي فيه اربع لعيبه دول في شكل مربع، ده بوكس ميد فيلد. برشلونه بيعملوها بجافي، هو اللي بيبقى في المركز ده جاي من الوينج، وزينشينكو في ارسنال اللي بيعملها بيعملوا البوكس ميد فيلد ده. ايه الهدف؟ الهدف في الثلاث فرق ان هم يشدوا الضغط نص ملعب، يحرروا الجناب، ممكن نبتدي نتحرك في المساحات اللي اتسابت دي. جميل. ورا خط الدفاع في الجناب. جميل. لو نبص هنا ده اللعيب المفتاحنا، ده داني والبك، ده راس الحربه بتاع برايتون، هو اللي لازم يكمل المربع ده. حضرتك كنت مدافع طبعا. طيب انا دلوقتي لو مهاجم ونازل، حضرتك عندك سؤال من اثنين، يا هتنزل معايا وتسيب مساحات اقدر اهاجم فيها، يا هتفضل في مكانك تسيبني انزل هعمل زياده عدديه في نص الملعب. فدي مشكله اللي نزول المهاجم بتاع برايتون بيعملها. اللي احنا هنشوفه دلوقتي هو ان بعد ما الكره هتبقى سريعه هنروح للوينجات، وهنا من الوينجات اللعيبه اللي طيب احنا طبعا انت بتتكلم على فكره يمكن تكون جديده شويه على التكتيك في كره القدم. بالزبط. واحنا للاسف عندنا يمكن مهندس عادلي واستاذ ابراهيم منيسي عندنا خلاص هيخشوا، واحنا عندنا يا دوبك دقيقه. عايز اكمل معاك الملف ده. تمام. لانك بتتكلم على شكل مختلف للكاونتر اتاك. تمام. وازاي فرقه برايتون السنه اللي فاتت استغلت العناصر ديت عشان تعمل نتائج اكتر من رائعه. ان شاء الله هنكون موجودين معاك او انت موجود معانا ان شاء الله في الحلقه اللي جايه عشان نشرح بقى بالتفصيل، لانه نقطه مهمه جدا جدا جدا. تمام. يعني منير بنشكرك، شكرا جزيلا الحقيقه، نورتنا وشرفتنا واستمتعنا بيك. شكرا جزيلا. شكرا. الشكر متواصل لحضراتكم. دي كانت نهايه حلقتنا النهارده في المحترف. ان شاء الله كل سنه وحضراتكم طيبين بمناسبه عيد الاضحى المبارك. ان شاء الله عندنا يعني يوم الجمعه القادم هنكون اجازه، يعني هكون مع حضراتكم تاني يوم الاثنين اللي جاي الاسبوع اللي جاي. كل يعني التحيات لحضراتكم، قضوا اجازه سعيده وعيد سعيد، وان شاء الله دايما ايامكم تكون في فرحه وسعاده. ان شاء الله يوم الاثنين اللي جاي يوم جديد وحلقه جديده من المحترف.